بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا المتعلقة بالطريقة اللي تقدر بيها تبني تمبلت خاص بيك تقدر تستخدمه في أي مشروع يسهل عليك وقت ومجهود. النهاردة هنتكلم عن جزئية جديدة وهي خاصة بالـ Align Dimension. خلينا نرسم وليكن عمود ونديله Align Dimension، ده الستايل الخاص بالالاين دايمنشن اللي ظهر معايا. طبعا مش عملي، مش لذيذ، مش هو السيستم بتاع شركتي، مش هو السيستم بتاع شغلي، فانا محتاج اظبط ايه الالاين دايمنشن بالشكل اللي يريحني كالعاده، واحفظ الموضوع في التمبلت الخاص بيا. خلينا نخش على الايديت تايب الخاص بالدايمنشن. طبعا انا شغال حاليا لينير دايمنشن ستايل ارو 2.5 ملي اريال. خلينا نشوف ممكن نظبط ايه في الموضوع. طيب مبدئيا والله انا عندي خط تحت التكست الخاص ب الدايمنشن. طيب خط تحت التكست الخاص بالدايمنشن، لا والله انا مش محتاج خطوط تحت التكست الخاص بالدايمنشن. طيب هقدر اعمل كده ازاي؟ طبعا الموضوع بما انه متعلق بالتكست فهروح للبانل الخاصه بالتكست، هلاقي حاجه اسمها اندرلاين، جاست هان تشيك واقول ابلاي، هلاقي الخط اللي تحت التكست اتشال. خلينا برضو عشان ما نتلخبطش نمشي واحده واحده كده ونشوف كل حاجه في الموضوع بتعبر عن ايه. هنتكلم طبعا عن الحاجات المهمه فقط لا غير. بالنسبه لي الجرافيكس الخاصه بالموضوع، هنتكلم الاول عن الجرافيكس ثم نتكلم عن التكست. هلاقي في الاول حاجه اسمها والله الليدر تايب ارك او لاين. طيب انا عملت ابلاي هنا بما ان الليدر مش باين، فخلينا الاول نبين الليدر. قال لك والله في تشيك على الليدر مفيش مشكله، بس انت محتاج تنقل التكست عشان الليدر يظهر. نرجع تاني نخش على edit type الخاصة بالموضوع، هلاقي والله leader type line، انا ممكن اخليه arc، اقول له apply، هلاقي المنظر بقى كالتالي. فخلينا نرجعه تاني line ونقول له apply، هلاقي والله بيقول لي leader tick mark. leader tick mark يعني الجزئية اللي باينة عند الماوس دي، بيقول لك والله arrow 30 درجة. فانا لو خليتها none هلاقي ما بقاش فيه تيك مارك بالنسبه للليدر اصلا. تمام، بالنسبه للليدر اصلا انت موضوع الليدر في الريفت مش عملي وما اعتقدش انك تحبه كتير، خلينا نكتفي بموضوع الليدر عند هنا ونخفي الليدر اصلا ونرجع التكست بتاعتنا مكانها. ونكمل في موضوع اخر، هلاقي عندي بالنسبه لي اللاين ويت والتيك مارك لاين ويت. طبعا واضح اللاين ويت بتاع التكست بتاع الدايمنشن نفسه والتيك مارك لاين ويت بتاع التيك مارك فقط، واحد او ثلاثه تقدر تظبطها زي ما انت عايز. الدايمنشن لاين اكستنشن يعني الاكستنشن اللي بعد التيك مارك في الدايمنشن اللي انت عامله. يعني مثلا احنا نخلي دي 10 وليكن ونقول له ابلاي، هلاقي بقى في عندي 10 ملي زياده بعد التيك مارك. خلينا مثلا وليكن نخليها واحد عشان يبقى الموضوع لذيذ، هلاقي بقى في عندي اكستنشن للخط بعد التيك مارك. نرجع تاني ونكمل، خلينا نرجعها الاول صفر ايه زي ما كانت. هلاقي بعد كده في برضو حاجه ليها علاقه بالموضوع، الا وهي ال witness line length. witness line length يعني في خطوط هتظهر من عند التيك مارك في اتجاه الاليمنت بتاعك. لو خلينا دي وليكن مثلا واحد اقول له apply، هلاقي الوضع اصبح كالتالي. حضرتك برضو لو عايز توصل للـ
الايمت بتاعك تقدر توصل وهكذا. احنا خلينا زي ما هي ونقول وليكن انها صفر. وفي برضو عندك الويتنس لاين تيك مارك، وده طبعا ليه علاقة بأصلا الويتنس لاين لينس لو انت عامله اعتقد، وطبعا الكالر وهكذا. اعتقد الموضوع في الجرافيكس اصبح كويس جدا الى حد ما، وحضرتك برضو تقدر تجرب وتظبط زي ما تحب. موضوع التكست، تكست فاكتور واحد، انا لو خليتها اتنين هلاقي شكل التكست اتغير تماما، فبالتالي خليها واحد زي ما هي. وموضوع برضو الاندرلاين او الايتاليك او البولد، ده ليه علاقه بالتكست نفسه، حضرتك تقدر تظبطها زي ما انت عايز. التكست سايز انا والله عندي 2 مللي، انا ممكن اخليها مثلا وليكن 1.5، فلاقي التكست صغرت شويه. التكست اوفست هي المسافه بين الاوفست، مسافه بين اللاين والتكست نفسه، لو انا خليتها مثلا وليكن 2 هلاقي التكست بعد عندي. لو انا خليتها والله بوينت 7.5 اقول له اوكي هلاقيها قربت، ممكن اخليها بوينت نص اقول له اوكي كويس جدا. ده بالنسبه لي شيء كويس، بالنسبه لك هتظبطها زي ما انت عايز. الريد كونفنشن يعني الكتابه هتكون موجوده فين، قال لك والله هتكون هوريزونتال هتبقى كده، ولا هتكون اب ذن ليفت هتبقى كده وهكذا. تقدر برضو تحددها زي ما انت عايز. التكست فونت كذلك، التكست باك جراوند، ده الموضوع الخاص بالترانسبيرنت او الاوبيكيو، يعني التكست هيغطي على الاليمنت لو جه على الاليمنت ولا مش هيغطي عليه. خلينا برضو نجرب ترانسبيرنت ونشوف هيبقى معانا ايه. لو انا خدت التكست والله وديته هنا كده هلاقي التكست مغيرش، او ما البوردر بتاع التكست ما حصلش عليه انه غطى الاليمنت. انما انا لو خليتها اوبيكيو خلينا نشوف هيحصل ايه. اقول له ابلاي، هتلاقي حضرتك الفريم الموجود حوالين التكست قطع في الاليمنت. خلينا زي ما احنا في الترانسبيرنت. وبالنسبه لي اليونتس فورماتس، طبعا هنا بيقول لك انا والله مستخدم البروجكت سيتنجز، انت لو حضرتك عايز تغيرها هتشيل التشيك مارك دي وتغير الموضوع زي ما انت عايز. بالنسبه لي الالترناتيف يونت بريفكس او سافكس، نفس الموضوع برضو، حضرتك لو حابب تضيفها تضيفها، مش حابب تضيفها ما تضيفهاش. اعتقد دي معظم الامور اللي تهمنا حاليا في الموضوع. وحضرتك برضو زي ما قلت لك تقدر تظبط براحتك زي ما انت عايز تماما. هنيجي بقى النقطة الخاصة بالتيك مارك. التيك مارك هنا حضرتك تقدر تختار التيك مارك زي ما انت عايز. انا والله ارو 30 انا ممكن اخليها مثلا ارو فيلد ديجري واجرب عليها بحاجه بالمنظر ده، او وليكن دياجونال 2 ملي اقول له والله كده اوكي. ولكن حضرتك مش هتقدر تغير في الشكل بتاع التيك مارك نفسه، حضرتك تقدر تغير في اللاين ويت بس من هنا. طب انا والله الشرط دي او الدياجونال ده طويل شويه انا عايز اصغره، الموضوع ده حضرتك بيتظبط من قائمة مانج. هتروح للاديشنال سيتنجز هتلاقي حاجة اسمها ارو هيدز، يعني النهايات بتاعت الخطوط، هتلاقيك والله حضرتك كنت مختار ايه وانت شغال جوه الدايمنشن ستايل. لو رجعنا للايديت تايب هتلاقي حضرتك مستخدم التيك مارك من نوع دياجونال 2 مللي. انا عملت كده ليه؟ عشان لما اجي اعدل هعدل في الدياجونال 2 مللي. الارو ستايل التايب هنا دي كل التايبس اللي موجوده، انت حضرتك مستخدم دياجونال 2 مللي، تختار الدياجونال 2 مللي وتغير براحتك في شكل النهايه بتاعه الخط، وليكن خلينا دياجونال زي ما احنا، ولكن التيك سايز الشرطه دي والله انا عايزها واحد. خلينا نجرب ونشوف هيحصل ايه. هتلاقي حضرتك الشرطة صغرت زي ما انت عايز. اعتقد الموضوع واضح وسهل وبسيط، حضرتك مش لازم تسمع كل حاجة، حضرتك جرب هتلاقي الموضوع بقى ألطف والموضوع يثبت في دماغك بطريقة لذيذة وجميلة. انا بظبط السيتنجز بتاعتي زي ما انا عايز في التمبلت بتاعي، عشان لما اجي اخش على مشروع محتاجش اظبط الامور دي كلها مرة كمان وفي كل مشروع اظبطها، لا الموضوع بقى معاك في التمبلت الخاص بيك. ده موضوع بسيط،
حبينا نتكلم عنه بشكل سريع. وشكرا ليكم والسلام عليكم.